زي كفن تبع الموجة. فما معناها تقليد توا به يسر في تونس انه يقع التشاور مع المنظمات الوطنية في الشأن العام وفي مستقبل تونس والاهتمامات المنظمات ومشاغل المنظمات اللي يتلقاهم ويحاول معناها يحطهم بعين الاعتبار في رسم مستقبل الحكومة ولا مستقبل تونس إن شئنا القادم. بالنسبة لاتحاد المرأة هو منظمة عتيدة وتيدة يمثل نساء تونس الكل. سيد رئيس المكلف كان عنده اهتمام بمعرفة مشاغل التونسيات ما شنو يطلعوا التونسيات وأيضا رغبة في تشريك المنظمة في رسم من شأن الاختيارات المستقبلية للحكومة. معناتها الحكومة اللي ينوي تشكيلها معالمها السياسية صيغتها يعني حكومة كفاءات. لا ما حكيناش في المواضيع هذه، ما حكينا في مواضيع عامة تهم بلادنا. احنا طلبنا انه يكون معناها تواجد المرأة في مواقع القرار، انه يكونوا نساء متواجدات في وزارات سيادية، انه هالتقليد هذايا يقع مواصلته ومواصله العمل به ما يقتصروش على النساء كان في الوزارات النماطية. والسيد رئيس الحكومة معناها كان المكلف كان فريمون تريز اتونتيف للكامل اللي قلته له، واعتقد انه ربما يخلي وزيرة سيادة وزيرات سيادة معناها في وزارات سيادية نساء، اعتقد انه مقتنع بذلك. و بيان سور مش كان في مواقع القرار بمعنى وزارات، مواقع القرار بمعنى ولات ورئيسات مديرات عام وغيرها. والسيد رئيس الحكومة المكلف أعرب عن قناعته عن اقتناعه عن مشاركته لكل الكلام هذا اللي قلته له وتطلعات التونسيات، واعتقد ما كانش فما معناها ما فماش خلاف بالكل في المسألة دي. لقيت رئيس مقتنع، رئيس متفهم، رئيس ماهوش مستحق اني نقنعه بقيمه او اهميه تواجد النساء في مواقع القرار، هو نفسه ومقتنع. وهذا مؤشر ايجابي جدا بالنسبه لنا احنا نساء انه اليوم يكون عندنا ناس مقتنعه وناس فاهمه وناس انجاجي، مام مش اكثر مقتنعه، معناها ناس هي بيدها انجاجي نحو تكريس معناها تواجد النساء في مواقع القرار، وهذا معطى في حد ذاته مهم ومهم للغايه.